بسم الله الرحمن الرحيم. والله لقد تشرفت بتمثيل أنا والوفد المرافق لتمثيل السيد رئيس الجمهورية في افتتاح ألعاب التضامن الإسلامي في دورتها 5 والتي تجري هنا بقونية. هذه المشاركة تنم على عمق العلاقات ودفء العلاقات بين الجزائر وتركيا. أما بالنسبة للعلاقات الجزائرية التركية فقد تشرفت بمقابلة مع السيد رئيس طيب أردوغان رجب طيب أردوغان، وهذا من أجل تكريس ما قرره القائدان أثناء زيارة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تركيا، وتطرقنا إلى مختلف الملفات خاصة من الجانب الاستثماري ومن الجانب الاقتصادي من أجل التكفل بمختلف مخرجات الاجتماعات والمقررات التي قررها الرئيسان والذهاب قدما نحو آفاق جديدة في التبادلات الاقتصادية والتجارية والعلاقات الاستثمارية بين البلدين. وقد بلغته تحيات أخيه عبد المجيد تبون وبإرادته في المضي نحو تكريس آفاق جديدة للعلاقات الجزائرية التركية.